السلام عليكم. هنتعلم النهارده ازاي اعمل انستول لبرنامج بريمافيرا بي 6. هاجي كده افتح البرنامج، افتح اول واحده دي دبل كليك واقول له سيت اب. نخلي بالنا لو حضرتك مش مسطب برنامج كده صغير اسمه جافا، هتلاقيه بالشكل ده، هو جافا 7 ده، هتلاقي البرنامج اوتوماتيكالي دخل وسطب البرنامج معاه، تمام؟ انما انا عشان خاطر هو موجود اصلا عندي، فعلى طول دخل فيه او هيدخل على طول فيه تسطيب برنامج البريمافيرا. اقول له نيكست، اقول له ستاند الون، هيطلب مني الباسورد اللي انا عايز ادخله للبرنامج كل مره، فهقول له يعني اكتب انت الباسورد اللي انت عارفه، مفيش مشكله. وبعدين هقول له نيكست، واقول له انستول، واصبر طبعا شويه على بال ما يبدا يعمل انستول للبرنامج. البرنامج مش بيحتاج مني لا كراك ولا اي حاجة، هو الفكرة كلها ان هو هينزل دلوقتي معانا زي ما هنشوف مع بعض، وهتدخل الباسورد اللي انت لسه معرفه من شوية، ويدخل عادي جوه البرنامج وتقدر تشتغل عليه، مفيش اي مشكلة. طبعا هو بياخد شوية على بال ما بيحمل وعلى بال ما بيعمل انستول. هو لسه بيحمل اهوت معايا. كده خلص تحميل، اقول له فينش. بعد ما اخلص، لما باجي ابص على الديسكتوب مش بلاقي الشورت كات مينيو، فبدخل ادور عليها هنا في السيرش. الاقي تقريبا اسمها اوريكل، اللي هي دي، وهلاقي ادي الشورت كات مينيو، هاخدها كده اطلعها بره واضغط دبل كليك عليها وادخل الباسورد بتاعي واقول له اوكي. هلاقي البرنامج هيفتح معايا عادي ومفيش أي مشكلة خالص. فتح معايا البرنامج وأقدر أتعامل معاه وأشتغل القوانين بتاعته بكل حاجة، مفيش أي مشكلة. شكرا.